لكي نستثمر ونعمر أرضنا ونزيد من إنتاجنا، لا بد وأن نستفيد من التطور الذي تحقق في العالم في هذا المجال. العراق لا ينقصه في أرضه شيء إلا الاهتمام، وإذا قلنا بشحة المياه فلدينا من الطرق والأساليب التي يمكننا تعويضها، سواء كان باستخدام آليات الرش الحديث وآليات الزراعة الحديثة والاستفادة الأمثل بعدم هدر المياه الجوفية والمياه السطحية. لدينا قدرات وإمكانات. أنا أدعو الأخوة في وزارتي الزراعة والموارد المائية أن يستفيدوا من كل التطورات التي يشهدها العالم في مجال تقنين المياه وتقنين الزراعة، من أجل أن تنهض العملية مرة أخرى.